ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وصحة وسلامة دائما وابدا. جئت اليكم والله يعني بصوا ايه، مش هطول يعني، هو لايف ساعة كده ان شاء الله، فانتوا ايه اعملوا اللي تقدروا عليه، شيرات منشنات ولفات وبتاع وروقوا الكلام ده كله، هنقعد ساعة وهنخلع، فايه قضوها معايا كده ايه بالطول وبالعرض، استحملوني. بس قبل اي حاجه بقى ايه علامه التعجب فيها؟ نوتيفاي بقى وايه ولفات والحاجات دي كلها. يعني انا مش عارف، في ناس دخلت اللايف ما عملتش لفات، مش عارف ليه الصراحه. فايه ما تنسوش اللفات يا جدعان، اللفات دي مهمه جدا. وتعالوا نشوف احنا معانا بيكا وبيبو، تعالوا نروح لهم. انا جيت. هلا والله. يلا والله تعالوا يا جدعان، انا ما بعتلكوش. تعالوا تعالوا ونقوم عاملين دونت ديسترب. نقفل بس اللايف، السماعة وافتحها تاني. ايوه كده، كل حاجة ايه مية مية. نعمل كده ونعمل كده مظبوط، نعمل كده وفي توجيه. هوبا، يا نهار ابيض يا زوزة. هلا والله، تعالوا نمسي على الناس اللي عملت لفات. صحيح يا يارا، تسلمي لي على اللفايه. فيتو تسلم لي على اللفايه. يا هاجر تسلم لي على اللفايه. اخويا البيقه تسلم لي على اللفايه. نور الله والله.
حسين تسلم لي على الكير، احمد اخويا تسلم لي على اللافايا، زياد تسلمي لي على تسلم لي ايه، زياد تسلمي لي ازاي يعني، زياد تسلم لي على اللافايا، رشدي تسلم لي على اللافايا، والشير وسط بلف تسلم لي على اللافايا، ازازة تسلمي لي على اللافايا، اخويا البيبو تسلم لي على اللافايا، اكيرو تسلم لي على اللافايا، اكيرو وانت كمان يا حبيب قلبي والله، هلا والله يا تسنيم تسلمي لي على الكير، يا جيه يا تسنيم عامله ايه، اين انت يا فتاة، مثلي على الشباب، هاجر بتمسي عليكم يا جدعان، مش عليك يا هاجر. تسلمي لي على الشير يا تسنيم والله، عامله ايه ما بتسال يا عم، انا اللي ما... يا جدعان والله بجد على فكره انا محتاج اللي يسال عليا، انتوا المفروض تسالوا عليا، انتوا تخشوا تقولوا لي كده عامل ايه يا جيه، ايه اخبارك، رمضان ماشي معاك ازاي، انكشوني انكشوني كده يا عمر، تسلم لي على اللافاي، هلا والله منورين الدنيا يا جدعان، ومش منعنشين النعنشة، ايه منعنشين النعنشة دي، وايه السيرفر مش اللي مش بتاعنا ده، وايه ايه الهم ده، عاملين ايه في رمضان يا جدعان، كلموني كده، احنا بقينا كام رمضان، بقينا 13 كام، 13 طيب، ما انا بقول كده برضه يا جدعان، أي احنا بقينا كام رمضان يا بيبو، احنا بقينا كام رمضان 14 تقريبا. 14 تقريبا الحمد لله بخير يا رب، رمضان تكون بخير وايامك كلها خير، وتقبل منك الصيام والصلاه ويرزقك احسن الايام الجايه، ربنا يخليك يا تسنيم يا رب والله، انا وانت يا رب امين، نور الدنيا والله، ف13 14 في يا الرينج ده 13 يا يعني. 4، النهارده كام رمضان يا بيكا، هو بيجي ما يقول عنديش يا هلا جميل. والله، اه ماشي نورين يا جدعان، احلى مسا عليكم، عاملين ايه عاملين ايه، انتوا عاملين لي فولو، ماشي السلام وعليكم ورحمة الله السلام، بقول لك ايه، وبركاته. اثبت لك على ليفل مايك، ايه اثبت لك على يا ليفل ابني؟ مايك عشان يا فيتو انا اه تعبان، ماشي يا جدعان. النهارده شربت حتة دين قهوة على القهوة. ايه ده؟ رايقة يعني قوي، ايه شربت قهوة على القهوة؟ شربنا قهوة ونسكافيه كده، كان طعمه حلو قوي انت طب فاهم. بالنسبة للكنافة اه بالمانجا ما جميلة برضك، ما دي جميلة، دي بيك اعملها فاهم، بس ايوه الفكرة كلها في حاجة تانية، ايه الحاجات بقى؟ اللي بتتعزم عليها دي ليها طعم تاني فاهمني، يعني بيبقى لها طعم كده انت فاهم، قد يا بيبو ايوه رايقة طبعا كده انت فاهم، اما تكون طبعا. كسبان تحدي كده وواحد انا يتعب بتكلم عن يموتها التحدي. ايوه ما انا اه عارف، فاهمني، بيبقى حاجة طعم جدا كده، حاجة جميلة كده فاهم. يلا مين جاي معايا؟ انا جاي يا عم، يلا يا اسطى يا زميلي، نسيت اغير الكابل الدي في يعني. كل سنة ماشي وانتو كلكم بخير يا رب، وبالاخص البنات، وانت بخير يا تسنيم يا رب والله، انت اللي حاسب يا ايوه، مين بقى اللي دفع ايوه وجيه كان ايه التحدي بقى؟ ده عدى يا باشا، ده قلنا ننزل نلعب يا بيك عم، اصبر على بس اللايف اصبر بس بيكا. اصبر بس اصبر بس من غير هري، على دلوقتي بيك. فيتو نزل في مكان تمام، جاب كليتين وبتاعه ايه ومات، حلو بيكا لعب جاب 4 كلات ومات، انا نزلت وانت تمام، ثانية بس نازل يا تبرر باشا لها نوفو، ايه بقى؟ مش ببرر اه لها بس اه انا بتكلم على ظروف جيم، انا نازل انا نوفو يا مالي عم، بالظروف، انا هو ظروف جيم ايه مرة هو ايه تنزل. اللي هو ايه هو ايه اللي انت طب ما انا بتقوله ظروف ده، جيم كنت فين؟ مش ظروف جيم ولا حاجة، انا نزلت يا في يا بيبو، نازل فين اه نوفو تمام، اللي هو ارض البوتات، هتلاقي بوتات في المية يا هتلاقي بوتات انا بتخش باري يا عم. لك تمام، ما حلو لقيتش حد خالص، لويت خدت العربية ولا فلير يا استنى اسطى بس، وبتاع خدت الفلير ورود وطلعت فين على شيلتر اللي هو اصلا ما اه فيهاش واتش فايتات، اوت ضربت واتش الفلير اوت جالي بوت، عشان انت كده كده الفلير بيجي لك بوت، قتلت اي البوت لقيت عربية وموتوسيكل بشوا عليا، انا واخد كفر، واخد كفر فين، واخد كفر في الدروب، العربية جت شالت الدروب، بقيت انا في اللوبي، جبت واحد والتاني جابني، ده جاي يقول لك كلايت كانت ايزي عليك ومش ايزي عليك ومش عارف ايه كان ايوه ايزي يا باشا، ايزي يا عم بقى واحد معاه اوم يا باشا، وام جي 3 فاهم يا ابني، يعني ايه، انا لسه ملوته من الدروب، لقيتك وواحد لا اله الا وواحد الله، اللي هو انا هاي نزلت فين يا عم بيبو، انا اه نازل يا عم بيبو في مكان اللي هو المكان ده اللي احنا فيه ده، ما حلو، لحقتش ان انا اجري، رحت راجع تاني طب ايه وقعدت اجري المشكلة، ايه كتير المشكلة، ايه المشكلة، ومعيش لوت، ولو ومشيت على سكور نفسها وجبت واحد لا ودخلت على سكور نفسها تاني ومنوك واحد بالنيد وثلاثة عليهم ما سكواد كامل فكك من موتني. الكلام ده، خصنيش فكك انا، فكك خصنيش فكك،
بس القهوة كان طعمها حلو أوي يا عم فعلا، جميلة. بالهنا العصام كان والشفا زي على الفل. بطنك يا عم. يا لهوي، بس بس بيقول لك بالهنا مكان كان والشفا ازاي؟ حلو أوي، وكنت حلو أوي في الصورة اللي خدتها لك على غفلة دي أوي. عمال يحسب أدفع كام. اكلك منين يا بطل؟ أكلك منين يا بطل قال لك. انا عارف الحاجات دي يا فيتو، الصراحة بيبقى طعمها حلو. ده جميل جدا. يا ايه نهار ادوية اسود، مين انزل بك؟ ده نوك فينش ولا فيها ممكن اكبر تلحقوها؟ كفر ايه يا صاحبي؟ انت مش كفر يا صاحبي. ده فين ده بيضرب عليا يا جدعان؟ هو فين؟ مفيش اي مارك، فاضل له محدش عارف مكانه. والله ما راح عارفين مكانه، ولا نعمل تراك بار مش عارفين يا صاحبي. يا مرسي تسلم لي على هو ليه بينج عليك كده؟ بقول لك ايه، واتش اوت، واحد فوق واحد فوق واحد بره. تعالى فيتو، تعالوا تعالوا فلانكم معايا كده يا استنى جدعان. ارمي نيد، استنى ارمي نيد، ما تستعجلش. رميت نيد بس ترمي نيد ايه؟ الواد انا ما في واحد بره هنا، انتوا ليه؟ انت عندك انت؟ ايوه، ما انا بقول لكم فلانكم ليه اهو. خلاص نوك طيب. الاثنين، انا فوقت لكم. ايه ده؟ من ظهري، من ظهري، من ظهري. يلا بقى يا جدعان، شكلك بنقالي نص ساعه بقول لكم تعالوا. الواد اهو يا ابن اللعيبة، عاش اهو يا ابن اللعيب. اسلام يا اهو، نبيل شايف تسلم لي على اللفاية، يا احمد يا مسعد تسلم لي على اللفاية، يا مرسي تسلم لي على الشيرات. في حد اللهم هنا؟ خلي بالك معايل، بس خايل لو جه انت، لو جه عايل هايل، لو جه ما انا بهيل اهو. انت مش مديني ان انت هايل ليه؟ انا هيلت اصلا خلاص. الواد هنا ماركت لوكيشن، ماشي. ده مش هنا ولا مش ارمي مروتوفاية بالله. حلوة دي، انا بقى عشان اسيب الجاي، انا اللي جابوني. تعال تعال في تاني، في تاني. ها اخرك ايه؟ تعال الماسورة دي في وشك اهو، يلا فيتو عيني اتخنق فاهم، داخل ابلع عشان انا اللي اتفرج جابونا على يا عم، الفيديو واخد بس. بيكا نوك فينيش وقرفنا بقاله ساعة. دين 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 دين. ايه يا عم الفكرة ان انت مش عارف هو بيضرب منين، هي بس دي النقطة. بالظبط، ما حاجة مقرفة. لسه معانا ايه ده؟ معناش حد؟ معانا واحد، معانا ناس يا عم، معانا واحد قدام وفي ناس ورا مش محسوبة. دي كانت الكلية جات لي خلاص كده، مات. احمد حسنين تسلم لي على اللفايه، زياد تسلم لي على اللفايه، محمد حمدان تسلم لي على اللفايه. منورين يا اخواتي، احلى مسا عليكم. لفات سيبك بقى انت، اللي داخل تسلم يعمل لفات ايه؟ تسلم ايدك يا بيكا والله. يا انا جدعان اكلت بكرني، احلى حمام كلته حصل. ومحشي ورق عنب، قسما والملوخيه، بالله. الملوخيه وملوخيه، بحب الملوخيه تقيله يا الصراحه. جدعان بجد يا جدعان، اكل يعني بيتي، اكل بيتي، اكل كان حلو قوي النهارده الصراحه. الف فلاش بقى، الله يهنيك يا تسنيم. تسلمي لي على المنشنات دي كلها، ربنا يخليك والله. يا جدعان شايفين تسنيم عملت ايه يا جدعان؟ اقسم بالله منشنات تتلف في حرير والله. هلا والله يا منى، انا عايز اقول لك احلى حاجه في المنطقه عندنا ان مفيش فرق، كلنا اخوات حرفيا. امبارح واحد طلع وزع على العماره بتاعتنا علب زبادي. ايوه بقى حلو ده. طب ما ببعت لي الراجل ده بقى، ولا بعت لي الراجل ده؟ روح يسكن عنده. انا عايز يا اينور. تسلمي لي على اللفايه يا جماعه، انا كده هجوع. لا انا اكلت، انا اكلت كتير قوي. اللايف بايظ عندي وصوتك غريب وكومنتات واقفه. لا 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 اعملي، اخرجي اخرجي من اللايف وخش تاني يا يورا. اتمنى يعني اينور تسلمي لي على الشيرات دي كلها والله. شكرا جدا يا جماعه، شكرا جدا بيبو جدا. بنج عندك مظبوط؟ 70 60 وبعد كده مش بينج. مش سيرفرنا يعني؟ لا لا اه مش سيرفرنا، مش سيرفرنا. ما انا بقول من اصلا اول مستغرب من البنج 80، قلت النت فصل. ايوه ايوه لا لا نفس لا الموضوع. مش سيرفرنا اصلا. محمد حماد تسلم لي على اللفاي، هلا يا جيها منورين. بنورك يا نور والله، بنورك. تعالى خدها، احنا كمان صايمين ما ينفعش اكلها اصلا. ولا بيبو صايمين انت ايه؟ صايم يا الو بيبو ولا ايه؟ ايوه ايوه انا هتلاقيه صايم بيعض في معاكم فرخه رمضان، دلوقتي. ايوه صايم معاكم رمضان، وصايم مع الناس التانيين، ايوه صايم مع كله، ما زعلش حد.
انا ما بزعلش حد. الباب بيفتح مين بعد عايز وقت يا ان جدعان، فور؟ وحاجة اخر ما انجهى. ومين عايز سبايدر؟ انا عايز اكي وعايز سبايدر. تعالى سبايدر ادهم الكومي، تسلم لي على اللفاية، نور الدنيا والله. دي مكان سبايدر اللي هيجي على المارك. تمام، فتحت الصندوق بس لسه. ايه ده، انا اتضربت، انا بيتضرب عليا. ها اتضربت فين اصلا؟ منين يا صاحبي؟ انت دي بتسرع من صاحبي. بره جنبينا، بالله عليك، بالله عليك يا اخي جنبينا. بتضرب بس مش عارف منين للاسف. في اس اس ليه؟ اه شغل خنزر ده. بص، طب بص على سنايبر تاور، وبص على المنطقه اللي هنا دي. واتش اوت، انا دخلت جوه بقى. احمد صابر تسلم لي على اللفايه. تسنيم شكرا جدا على على الشيرات دي، على المنشنات دي والله. يعني يا نهار ابيض، احلى جهه، احلى كومي في الدنيا والله. في باك واحده يا جماعه. انا فتحت، بفتح اللي عندي، هي الاخيره تقريبا. طب افتحها. يلا تعالى بيك، تعالى بيك جم اللوت. يلا بينا. لوت ايه بقى عندكم؟ ايه هنشوف بقى. افتح انت حظك بقى، يطلع لك ام ولا حاجه. ماشي ماشي، انا طالع دلوقتي. ده حد خد السبايدر ولا لسه؟ لا يا يعني حد يروح ياخد السبايدر. هروح اخدها. انا خدت السبايدر، انا خدت السبايدر بس خلاص. خد تعال اعمل لك واحد يا جدعان. الواد ابو في اس اس يا جدعان. يا عم ده بكر يا عم بقى، احلف خلاص بالله. كفايه بقى، سيبه بقى يا عم. ده رخم، انت رخم قوي. بيبو ده رخم قوي بجد يا عم. صدعني يا عم، صدعني يا عم. اسكت يا اسطى، احنا عايزين نشتغل شويه يا اسطى. يعني كده يا جدعان برضك امبارح برضك يعني عمال يعني عمال اشتغل في الراجل برضك قطع يعني كده يا جدعان. يعني انتوا عايزين تشتغلوني يعني يا جدعان؟ ايوه يا عم. وعشان وانا عشان عبيط يعني؟ بس اقول له تعالى دور معايا. وانا عشان عبيط يعني يا جدعان؟ عايزين تشتغلوني بالظبط يعني؟ مش كده يا جدعان يعني؟ فجاه يا بيبو ده كنت تاخده معايا هناك فين كده كده. بص واقول له دلوقتي هنا وهاخره وهفجره. ايه ده يا عم؟ انا كنت لسه هضرب عليه تاني، اسيبه يخش في 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 ثلاثه في مكان عشان اضرب. اقول لك على اني اعمل الواد هاكر هاكر بيضرب على مكان العظيم يا بيبو. اقسم بالله انت بيبو انا بكتب يا قوي هاكر او روح. ماشي يا عم، ماشي. بيتريقوا عليا. واي يا عم، يا سوسن تسلمي لي على الكير. لما عمال يسال لسه بيسال برضو. انا استغربت ان هو سال تاني، فاهم؟ والله انا بجد مش على حاجه. ما اعرفش ما اعرفش. أيوة. صح فوا. طب احنا عرفنا منين؟ طيب فوا يا بيبو كده، ما تبقاش كده وخلي المتعه عنوان. لا تقتل المتعه يا صديقي. انا هقتل نفسي بس يعني زي كده بالظبط يعني. فاهم ازاي؟ تعالى. لا نزلني يا باشا، اصحابي يكسل او يبخل باللايك والشير. يعني ربنا يخليك يا تسنيم والله، شكرا جدا 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 جدا. يا مجلس الشاشه العفريت دي، شاشه العفريت صحيح. صدق انا غلطان يا دافيت ولا؟ والله انت غلطان، ما انت فعلا غلطان. انت تسهالي. ماشي انا غلطان، انا عايز اساعدك. انا عايز اساعدك عفريت، انا عايز اساعدك. انت جاي تساعدني، انت بتقرفني. ده كل شويه ايه وتدفي. شيلها 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 يا عم. والله انا مبسوط كده اصلا يعني. مبسوط يا سما، تسلمي لي على الكير. ربنا يخليك. لا عاد شيل. ايه مش هتشال؟ انا خليني كده حد ما تفنش. صباح الفل يا محمد ايمن، هلا والله. تسلم لي على اللفاية اخواتي. ما تنسوش اللفات والله، اللفات يعني بتفرق معايا جدا. فانت خلت اللايف اعمل لفاية ومس عليا كده في الكومنت وقال لي عامل ايه يا جيها، ايه الاخبار؟ اقول لك الحمد لله، انت عامل ايه؟ انا مش هنا شهر كده وابقى اجي. رايحه فين يا زوزه؟ هنعيد كلنا وبعدها هتسوح في الامتحان. هنعيد كلنا وبعدها هتسوح في الامتحان. ربنا يعينك والله. مش عايز يشتغل لي. قال لك يا وجي قول يارا تاني. ليه واجي متابع حاجة؟ لا بس هتابع ان شاء الله. يعني انا بستنى رمضان يخلص وبعد كده اتفرج على المسلسلات. هتقول لي ليه؟ اقول لك انا ما عنديش طقطان للحلقة حلقة دي. ايه انت شغلت ايه؟ لازم اتفرج على الحاجة كلها مرة واحدة. شغلت ايه؟ المقال اللي عملناه اصل كواليتي بتاعت الكاميرا. حطيت واحدة يارا مش ده. وانا هموت طيب ولا مش هموت؟ ولا انا هعيش ولا مش هعيش؟ ولا ايه؟ ما يلا يا جدعان خلينا نمشي يا جدعان. تعالوا عندي. عندك ايه؟ هاي عربية يا جدعان. البنج بارد قوي يعني، فاهم؟ احنا مطولين.
فاير ريد زد تنزل عليك وانت في الجو كنت هتشل. ولا بقى بطريقة حد وراح فين؟ انا عمال بدور على البوينت. طب يلا بينا يلا هم مشوا في توست مش ماشي يا عم مرسي. ولا مرسي بص على البرايفت. ها اقول لك حاجه بكاهيت بدي بس هالركشن هي بنزلها على قد تلعب بروم على 500 نجمة. لا يا حب تسلم ابعت 10 ستار. لا يا عم لا 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 حبيبي تسلم مش عايز. لا مش عايز 500 نجمة. ممكن تسوي دعم بالدعم انا موت انا موت يا جماعة. وبلاش كلمة شكرا عشان ما تعيش عليك. انا ليه نازلة يا جدعان؟ ليه نازلة؟ ايوه بقولك ليك نازلة. ربنا يخليك يا تسنيم والله حاضر والله ما بهزر. لا لا يا نادر مش محتاج نجوم والله وجودك لوحده كفاية يا حب. استنى اغير لك البتاعة دي يا عم. عطر عادية الأساسية من غير سكين تظبط معاك اركب يا بيك. اركب يا بيك انا هتاني يا بيك. يلا روح يا ملك. تسلميلي على اللفاية شكرا جدا ثانك يو. منورين والله منورين كلكم. انا بس متضايق على اللوت بتاعي والله كان معايا لوت حلو. يا نادر تسلم لي على اللفاية منور اللايف كله والله يا عم نادر. ما تغبى بس في حاجة هي فيتو؟ بقول له واعي اغبى في حاجة ده بكلم فيتو وفيتو نجينا على باقي. المنظر ده بيفكرني بموقف امبارح الموال كان داخل علينا بثلاث تنفرع على باقي. العيال لو قلتوني يصل العيال عند الدروب. هو انتوا فين كل ده يا جدعان؟ انا في سكول. انا في سكول يا حبيبي. ليه؟ ما يا ابني احنا جنب باجي يا ابني. احنا تلاته باجي واحده. ريت عربيه ما رجعتش خدت حد يفينا ليه؟ بالظبط عشان انا يعني اللي انا اعرفه ان انتوا معاكوا عربيه ما اعرفش ان انتوا معاكوش. وبعدين انا اصلا ما كانش معايا عربيه. ده انا رحت بالطياره 1000 متر لقيت عربيه. ليه ما بتركبوش الطياره دي؟ انا كل مره بركبها. سنة بتنجز والله يا جدعان بتنجز قوي. اعرف انا بجيب عربيه برجع الم الباقي معايا يا ابني. 1000 متر هرجع بالعربيه 1000 متر البنزين يعني. يخلص البنزين هيخلص على ما اجيلكوا اصلا. حتى لو هيخلص يا باشا ترجع تاخد صحابك. وبعدين دي عربيه 2 اصلا يعني اللي انا ترجع تاخد صحابك برضه. مهم يخلص ارجعوا ماشي مع بعض. طيب هديك تلات عربيات. عربيات ايه شعبية؟ مش هعمل بيها ايه الشعبية. روح الفنش اوفر. حاضر سيبك انت طعم اللي غطى على كل الاكل النهاردة اللي فوق ايه حد دلوقتي الكنافة بالمانجا. لا 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 حوار هنا سأسكت قليلا. احتراما وتقديرا لهذا البيك الكبير والجميل. طيب
بتعمل العربية دي. Marked a vehicle. توقف كده كده بتعمل ايه؟ عربية جت. بعمل حاجة. ثواني بس. في حاجة؟ فين؟ حامد تسلم لي على اللفاية يا عبد البديع تسلم لي على اللفاية عارف عارف عارف. راحت فين بقى؟ مش عارف. يلا بينا. تقريبا مشيت كده. Marked a location. تسلم لي يا حامد على الشيرات والله. يلا بيو يلا. كنت بتفرج على مين يا بيبو؟ ما كنتش فابريتوس. صبري بتاعت انا وبيكم بتفرج. الزنجي ايه بتقول ايه؟ ماشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله. هنمسك البنزين. لا في 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 بقى جيم بوي كويك بقى جيم بوي. هما غالبا دول العيال. روح روح معايا مش شايف. اللعبة وقفت اللعبة وقفت عندي. طب ما تصوش تاني. يا لهوي. متنا؟ هو كان. بش علينا. بدري فوق ده هيقرفنا. هيقيله بسرعة. عربيتك جاية اهو جاية. اللعيبه قال لك رب ربشه جيمنج. ناقص 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 بتاع الفول لسه. ها الواد الفول هاتوا. يا اللعبه بترندر جامد قوي يا جدعان. اللعبه وقفت عندي والله انا جدعين. مفيش اي حاجه عندي يا جدعان والله. أيوة. لسه على الجبل ناحيه الملوت. انا مش ملوت. انا مش ملوت. انا مش ملوت. ولا انت خناق اللي جابوه. يا ينور تسلمي لي على الشيرات. بيكا ملي كفر بلعب. انا اسف نرجع تاني. وانت ضربت ولا مين عشان بفهم بس؟ لا 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 والله لا انا لا 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 اتضرب لا اتضرب من فوق. لودين مع الجبل. خش 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 خش. تمام. خليك خليك قلبه بايبو. خليك خليك خليك. صوت 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 صوت. يلا بيكا. واحد اتنين تلاتة. ولاد اللعيبه ربنا يخليك يا نور. خد ده كده يا وجيه. نعم كنت بحاول اجيب لك ده كده بس بقوم على الشمال وام 24 ناحيه البيت اللي هي في سكوب 8. هجيب لك بس الطلق ثواني. سكوب 8 اهو. وديت سموكات او ادي لك كنت اودي. بقول لك في جروزين. ماشي في جروزين. ماركت لوكيشن. تمام. بقول لك خلاص. I got supplies. ثانية واحدة اولع لكم المبا دلوقتي. لهو على الرندار يا ابن اللعيبة.